والفول والطعمية والرز والملوخية عليها شهقة الولية عند رشة التقلية وما أدراك ما هي ثوم وكسبرة متنئية إنا أنبتناها نبتا فرويناها ريا فقطفناها قطفا فخرطناها خرطا أو نشفناها نشفا هل أتاك حديث موسى كان عيل ابن أحبا إذ نط على أم موسى بن أخيها عمران قالت له إني حامل فقال شت دام لماذا لم أكتف بالاحتلام قالت لا تخف سأرميه في النيل أو أمام دار الأيتام وسط الزحام فوجدته امرأة فرعون وقالت إنه عيل ابن حرام فوافقها موسى في المهد ورفع الإبهام وبدأ شبابه بالإجرام إذ قتل نفسه وخلع على الشام واختلى على الطور مع البنجو والبرشام وفعل فعلته التي فعل في دبر الأغنام فأصابه الانفصام وعاد إلى قومه ووعدهم بوجبة من المن والحمام وسرقوا معهم الذهب ولاد الحرمية والفول والطعمية والرز والملوخية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك إن ربك كله نعومة وحنية.